الشتاتاتاتا وليدات الحراتا ايام الصغر نلعبو فيها. كي دايرين البنات لاباس عليكم؟ احوال مزيانه، جمعه مباركه بالصحه والسلامه. باش نتمنيتو يا ربي حسيت كاينه الشتا ما شاء الله فرحنا بها، اقسم بالله الحمد لله عليها، الحمد لله عليها وحق الله، حيت راكم ما جاتش راه الجفاف حيت مهمه هي ما شاء الله. فرحت اصلا كيعجبني هاد الجو، كيعجبني نسافر بيه هكا. انت الضب تماما عيني تشربقوا مع هاد الشتا، كيعجبني نسافر هكا الشتا كتخبط تخبط 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 والشراجم هكا الما كيدي الما، كيعجبني هذاك كنحس بالراحه النفسيه في هاد الجو، واحد الهدوء، واحد كيجيني جو رومانسي. احمد قال لي كيكتئب انا لا، انا كيعجبني هذا الجو هذا، ولكن ضروري يطيح هذا. يلا تسعود، مهمه باقي، يلا تسعود حيت الجو بحال مظلم، حتى الجو ديال الشتا كيكون مغيم بصح. تسعود الصباح هذه ضروري راكم عارفين الخدمه كنمشيو هذا، واليوم نيت ما فطرناش انا وحمد ياك يا سي احمد، ما فطرناش في الدار، قلنا غنفطر ان شاء الله في القهيوه. الله يخليك الدار. مره مرتين. كيبغي يبدل وكنتشهى حتى ذاك الفطور بالشيه بلي تارتين بالشيء. اختي. دابا الشتا راه كتجيب الجوع، خاصني ناكل. ايوا يلا عندنا. سيري ضربيها بشي جريف الشتا. ويلي هو مالك مزيانه زوينه الشتا، الشتا الشتا راه نعمه سبحان الله. هاد العام كي داز ما فيهش الشتا كاع، ما فيهش الشتا كاع والله يرحمنا. يلا عندنا نتلاقى، شوفوا لي الاجواء ديال يوم الجمعه، اكيد جات تفطر معايا صحيبتي، ما صورتش لكم الفطور. اجواء ديال يوم الجمعه كتكون اندلسيه، ريحه كسيكسو داكشي، يا سلام. المهم مزوره دايره واحد اللايف دايره واحد اللايف، وجاوني في هذا اللايف بزاف ديال الاسئله، بزاف بزاف ديال الاسئله، وبغيت نجاوبكم عليهم في هذا الفيديو هذا. حيت بصح بصح هذا النوع ديال الاسئله كيوصلوا لي بزاف وصعيب باش نجاوب كل شيء، فانا فضلت انني ندير هذا الفيديو هذا ونهضر معاكم. تسال هي لو لايف غنهضر معاكم مزيان. انا قلت لهم ينقصوا ليا من الموسيقى باش نهضروا انا وياكم بزاف بزاف بزاف. اول حاجه غادي نهضر عليها هي واحد الاسئله كيوصلوني بزاف 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 على الكافي، بزاف الاسئله، وانا ماشي ما كنجاوبش، راه كانش نجاوب بريفي، مي راه ما يمكنش نجاوب بكل شيء، ما يمكنش نجاوب بكل شيء، حيت والله ما نقدرش، واخا نبغي ما نقدرش، والله ما عندي الوقت، راه الوليدات ما شاء الله، الخدمه، الصالون، القهوه، ما عنديش كيفاش ندير نجاوب كل شيء. فقلت بحكم هذا الشيء هذا كتب 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 ولي باج في الانستغرام كل شيء تيهضر على هذا الشيء هذا، فقلت غادي ندير فيديو نهضر عليه. بعدا اول حاجه الانسان دائما اللي كيبغي ينجح في حياته اكيد حياه بحال هكا، راه ما يمكنش ديما الحياه تطلعك الفوق، راه اكيد انك ماما غتهبط ماما غتطلع ماما غتهبط ماما غتطلع باش كتكون حتى واحد الحلاوه للحياه. ما يمكنش انا الحياه خصها تكون 100% ديما ناجحه فيها، راه حياه تجارب، واكيد انك غتجربي شي حاجه تقدي تفشلي فيها، تقدي تجربي شي خدمه وما يسهلش الله، تقدي تكوني في شي مسابقه وما تربحيش، فكاينين بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كامل مزيان انك تجربيهم، ومزيان انك تكون عندك تجربه في الحياه، سواء طلعتي سواء هبطتي، خص تكون عندك روح رياضيه، يعني مرحبا باي حاجه جاتني. امتى كيولي المشكل؟ امتى كيولي البروبليم؟ هي الا طحتي تاكلتي وطحتي ما تعاوديش تنوضي، هنا كيكون خطا. انا طحت تاكلت ماشي مشكل، نجمع كما كنقولوا الجهد نعاود نطلع طلعه اكثر من الاولى،
فين هو المشكل؟ دونك الحمد لله انا واحد الانسانه اللي قويه بزاف 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 الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الزوج ديالي اللي ديما السند المساند الرسمي اللي ديما معايا في السراء والضراء في عوض الوالده. نتوما الحباب اللي متبعيني ما الاول الحمد لله هادشي كامل ماشي ما كنتقبلش انني نخسر ولكن ما كنبغيش انني نخسر كنتقاتل على انني الحمد لله نزيد للقدام دائما وحتى حاجه ما تعكلني واخا نتعكل نوض ما قلت لكم بروبليم ماشي انك تعكل تعكلي ونعاود نوض ونطيح ونعاود نوض. اليوم خرجت في لي ستوري درت ستوري مع تسعود ولا مع تسعود الله روب فريمون خبطه ديال الشتا ما شاء الله. واليوم الجمعه الجمعه كتبدا الخدمه في القهوه دابا شويه غتبدا زعما الخدمه ديال الصح دابا 12 شونس الوحده الوحده ونص مع اليوم كسكسو كتكون القهوه مور هاد الوقيته عامره حيت يلاه دابا شي شويه بدات كتخوى الفطورات يلاه سالاو باش غادي يبدا ان شاء الله الغدا. دونك اليوم ضروري كيخصني نكون هنايا في الكافي كنكون في الكافي باش كنخدم ونرد البال هادي ولادي. والبارح ديجا راه الكافي ريستورون البارح ما تسدت حتى لوحده الليل وحنا فيها الميناج الميناج لو غرو ميناج. البارح كانوا بعد العيالات تبارك الله في لا كوزين اربعه ديال العيالات جبتهم في الكوزينه وقت عليهم انا هادي تحك هادي تحك هادي تحك ابسط الامور تنوقف عليهم تنقول لهم بان ريستورون على تقليدي انا سميتي على تقليدي يعني انا خصني كل شيء يكون 100% مزيان. هذا ماشي وسواس كما تيقولوا عليا ليكيب هذا ماشي وسواس. المعلقه فاش كتغسل بجافيل وهذا اكيد انا ما كيبقاش فيها واحد لابغيونس كنبغي ترقد في الخل البرد ديال اتاي تبارك الله ما شاء الله كتكون الخدمه كيكحالوا من الداخل خصهم يتغسلوا خصهم يترقدوا بجافيل لا غادي تحكيهم حيت لا يعقل ان وحده غادي تجي تزيد السكر في البراد ويبان لها كحل. انا نمشي للكافي ما يعجبنيش الحال دونك هادشي واقفه عليه بيديا انا نمشي للصالون عاوتاني نوقف على السونتر بوتي بيديا خصي يكون نقي فريمون عييت ولكن او ميم طون انا تنعطي لراسي طاقه ايجابيه بان ما خصكيش تعياي انت يلاه باديه وعييتي علاش تعياي خصك تبدل. انا تا انا كنتقوى باش عندي تا انا صحابات عندي مثلا كوثر معاويه كوثر معاويه صاحبتي صديقه ديالي ديما تنهضر معاها حتى هي بدات بحالي ليستواغ ديالها بحالي فايت تلاقيتها مشيت عندها لمراكش وكانت ايفينمون كبيره ما شاء الله حتى هي بدات من والو قسما بالله وديما كنبارطاجيها معاكم هي اللي كنت تنهضر معاها وتقول لي اسماء انا تنعرف عليك قويه فتحيه ليها من هنا. كوثر معاويه شركه كبيره في العالم فين ما كنتي في العالم تخدمي معاها كتعاون الناس كتساعد الناس كتساعد الناس كتعاون الناس كتخدم ناس وديما كنبارطاجيها معاكم وديما تنقول لكم كوثر غزاله كوثر غزاله 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 نوضي خدمي على راسك. انا بعدا خصني واخا تكون واصله فيا حتى للعظم خصني واخا تكون واصله فيا حتى للعظم خصني فاش نجي نقول لكم السلام عليكم ما نعطيكمش طاقه سلبيه. علاش؟ حيت كل عنده همو في دارو كل عنده مشاكله في دارو مع ولادو ما يمكنليش انايا فيما نجي غادي نعاود لكم غير المشاكل 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 تدار ما خطاوها كلشي عايش في المشاكل حيت هذه هي الدنيا يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم حيش عايش الحياه المثاليه كلشي غارق في المشاكل ديالو. دونك انا ما كنبارطاجيش كلشي خصكم تدخلوا عند كوثر معاويه بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا نوضي خدمي على راسك نوضي خدمي على راسك ما توقفيش. اللي بغى يعطيني طاقه ايجابيه مرحبا به اللي غادي يعكر لي المزاج ديالي ويعطيني طاقه سلبيه ما عندي ما ندير به. كوثر معاويه انسانه طيبه كنخلي لكم دائما في صندوق الوصف نيميرو التليفون ديالها الجروب ديال الناس اللي هي ساعدات كلهم خدامين ما شاء الله عليهم كلهم 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 كتوصلهم
شهريا كتوصلهم شهريا الماندا ديالهم شهريا. فانا تنهضر مع الناس اللي باغيين يخدموا وما باغينش يطيحوا وما باغينش يتعكلوا وما باغينش يتهمسوا وما باغينش يبانوا ضعاف وما باغينش يفشلوا. هادشي ما غديريهش غير هكاك، هادشي ما غديريهش غير هكاك، راه غادي تخدمي عليه، غادي تخدمي عليه بيان سو، غتخدمي على راسك. كيجي واحد الوقت اللي كتندمي حيت لا زين كيدوم لا صغر كيدوم لا صحه كدوم لا حتى حاجه ما كدوم. جيبك اللي بعدا نهار كتمرضي بعدا كتلقاي باش تعالجي وتمشي للطبيب وتمشي للسبيطار وديري عمليه وديري الله يحفظ. مي راه الجيب مهم حتى مع الوليدات حتى مع بزاف الحوايج. دونك نوضي تخدمي عاود ما تبقاي حاضيه تخربيق، نوضي تخدمي على راسك. نوضي انا ماني خدامه، انا ما تنحبش، الحمد لله دائما مستقبلي، الحمد لله دائما كما كنقولوا قبر الحياه، دائما مشاريعي الحمد لله. نوضي خدمي وديري تنتي عليا شتولي. الكافي ريستورون الحمد لله محلول بالنسبه لي، تيقولوا لي الناس واش اسماء الكافي ريستورون مسدود؟ لا ما مسدودش، ما مسدودش، كافي ريستورون خدام ما شاء الله، وانا خدامه كنطبق الله فيه الحمد لله العلي العظيم. كيكون التعب باش ما نكونش كنكذب، كيكون التعب بنيته تغزالات، كيكون التعب دي فوا كنوض صافي عييت. راه قلت لكم ماشي حنت عييت 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 والله العظيم، لكن كنقول حنا صافي بيع 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 صافي روجيستر كوميرس بيع. بارك عليا صالوني خدام ما شاء الله ودير بلاصتو في القنيطره، ما تنحكوش راسنا كاع في الصالون. انا القهوه ما شاء الله خدامه، وديك الخدمه اللي فيها خصها الوقيف، خصها شي حد يعني ايجابي من الصباح حتى الليل. انا عييت، انا وراجلي عييت ما قديتش والله العظيم، وحتى كان صافي كنلاشي وكنعاود النوض، كنعاود النوض اودي والله ما انا مفكه، ما حد ربي عطيني الروح وانا خدامه. ما نحبش، امتى غنحبس؟ ملي الله يوقف ليا القلب ديالي ديك الساعه. اما ما حد في الحارس ما كنحبش، وما عزيزش عليا المراه اللي غير جالسه، وما عزيزش عليا المراه اللي ما كدير والو، وما عزيزش عليا المراه اللي غير ناعسه والخمول. انا ما نقدرش، انا ما نقدرش، ما نخدمش ما نقدرش، انا انسانه هكا دماره، عزيز عليا نخدم وعزيز عليا نكافح الحمد لله ولله الحمد. فكل حاجه كتوقع لينا في حياتنا ما نشوفوهاش من الجانب السلبي، نشوفوها من الجانب الايجابي. الكافي ريستورون نورمالمون سميتو اسماء بيوتي، وانا هذه مده وانا الصراحه باغا نسميه واحد السميه اخرى، بحكم بكثرت ما كيدخلوا عندنا الناس لهذا الكافي ريستورون. اون فوا كيدخلوا تيقول لك واو ما شاء الله هذا الكافي كلاس، هذا الكافي بحال قلتي غاليري، سمعوني مزيان بحال قلتي غاليري فريمون. بزاف اللي تيقولوها بحكم هاد لي طابلو، حيت كلها 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 فيها لي طابلو، الفوق لتحت في الكوان الاخر هنايا كل هاد الطابلو. فالناس كي بروبوزيو عليا انها تكون غاليري، كافي غاليري، شويه طاحت لينا سميه وحده اخرى، هي اننا نسميوها سميه زوينه مختلفه. فكره كانت بسبب الناس اللي كيجيو عندنا، هما اللي بروبوزاو علينا بان علاش ما تبديهاش غاليري وهذا. فحبيت الفكره ان شاء الله باذن الله غادي نبدل السميه ديال الكافي ريستورون، غنبدا بدايه جديده. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي واش بصح هذاك البروبليم اللي رجع لي طرا ليك، واش بصح هدموا ليك تيغاس اولا ريبو تيغاس؟ نو، كيبي قانون طبق في المغرب كامل كما كنقولوا اذا عمت هانت، يعني مني من الناس حتى واحد ما فوق القانون، القانون على كل شيء. فالشارع كامل ولاد وجيه كامله، المغرب كامل، كازا، الرباط، سلا، الناس كاملين الكيبي، يعني عادي
لكم اي حاجه من الخير. انا مثلا تحيدت لي الكيبي عطاتني فرصه نبدل السميه حيت اصلا ديما في بالي غنبدل السميه وعادي جدا. اش كنقول لك انا بطيحي ونوضي يا صاحبتي وجمعي الوقفه وما نخليش حتى الناس يشوفوني طايحه ونجمع عادي هذاك الواحد اللي تتاكل كتكوني غاده في الزنقه وكتكربعي تكربيعه وتكرمتي ورجليك مقصحه وتتنوضي ما تتبكيش حتى البكيه وهكاك نبغيك تكوني. نخدم والله العظيم النهار اللي مثلا ما قلت لكم تحيدات الكيبي سالينا مشيت شريت تيو سيقنا وضحكوا النشاط سيقنا وبدينا الخدمه وكان هذيك العشيه الماتش المغرب. شنو هو المشكل؟ الا واه سدات القهوه الا واه القهوه مسدوده الا واه مشيت وما لقيت القهوه مسدوده. قهوه حاله وخدامه والحمد لله كنشكر السيده بفوق مني ولكن دائما الله كيعطي الخير للانسان اللي قلبو زوين. وانا الحمد لله عندي واحد عندي الحمد لله ربي مهم انا الحمد لله ربي تيبغيني والانسان يتقبل قلت لكم يتقبل الانسان الحياه حيت القهوه راه انا وراجلي اللي دبناها يعني حنا انا وراجلي اللي دبناها ماشي القهوه اللي دارتنا. دونك مرحبا باي حاجه راه الانسان كيكون غادي كيتمشى وصحيح وما مريض ما والو وكتجيه سكته قلبيه وكيموت انسان تيكون ناعس فراشو ما مريضش صباح مشلل عرق طبق ليه ستريس ولا الله يحسن الاوان صباح مشلل ربي الحياه هي هكا بداو كيدخلوا لي ليفغور. دونك الانسان يتقبل الحياه كيف ما هي زوينه خايبه كيف ما بغات تكون متقبل الحياه. اهم حاجه والميساج من هذا الفيديو كامل هو انا ما نطيحش نجمع الوقفه ونرجع الانرجي ديالي ونكمل حياتي ونخدم على راسي. حتى حاجه ما تحبسك حتى حاجه ما تهبسك واي حاجه دائما قولي في راسك فيها خير. انا غنبدل السميه يعني هي تحيدات الكيبي انا غنبدلها سميه. الميساج هو حتى شي حاجه ما تحبسك وتقدي تقدي انت اللي كتشوفي تقدي توصلي وتقدي انت تصدمي في راسك فين وصلتي. حتى انا بديت غير في بيت مع الجيران وبديت غير في السطوحه كنسكنها في السطوحه في بيوت مع الجيران في السطوحه. شكون كان يقول حتى انا الحمد لله غيكونوا عندي مشاريعي ما يخصني الحمد لله حتى شي خير دويرتي بنيتاتي دايمين بيا راه حتى حد ما كان تيقولها. ولكن ربي نوضي خدمي انا اللي عليا كنبارطاجي معك احسن سيده تنعرفها شخصيا تنعرف بنات كيخدموا معاها وكنعرف يعني فريمون ناس وصلوا على يديها الله يكبر بها والله يعطيها صحيحتها كتكون مع الناس بزاف. ما عليكم الا تدخلوا عندها كوثر معاويه غتلقاو نيميرو التليفون ديالها والجروب في صندوق الوصف حتى شي ميساج با دخلي خدمي على راسك دخلي دخلي بنتي دخلي ما تبغيهاش واجده ما تبغيش موجوده. انا ما نبغيش انا اللي يسقي ليا قصريه كسكسو ويعطيها ليا الناكله لا 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 انا خليني نطيب بوحدي انا كنبغي نطيب بوحدي فهمتوا يعني ما تورينيش كيفاش نقلي الحوت مثلا علمني كيفاش نصيدو مثلا ولا نصيدو بوحدي هكا خصك تكوني ما باغا حتى حاجه موجوده الحمد لله. واي حاجه وصلت ليها كنوصل ليها براجلي وبيا كنوصلوا ليها بدراعنا بعرق جبيننا خدامين على راسنا وفضل الله سبحانه وتعالى هو الاول وفضل الناس اللي متبعينا ومستنديننا من الاول من يوم وصلنا فضلكم كبير عليا وخيركم ما عمري ننساه حيت نتوما سبب كبير في حياتي اللي وصلت بزاف د الحوايج. دونك هذا ما كاين وهذا هو السؤال المطروح. اسماء سدات القهوه اسماء ما سداتش القهوه اسماء غير غتبدل
السمية وغنبدا بداية جديدة ان شاء الله. ومرحبا بكم. هذا واحد لو كادو هانتوما بالشتا ديال وجبتوا لي واحد الجديد. ها هي ميرسي بوغ لو كادو لهلا خطيك. شكرا بزاف. ميرسي لهلا خطيك. هادو كاملين راه كاينين في واحد الفونت بريفي هنايا في قنيطرة كاليفورنيا مول. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. مرحبا بكم.